شعراتك ربي الشنب اوعدكو الذنب حلق شعراتك ربي الشنب بركي على الله على الله يا عمي بتكون إلنا السند صوتي مغير دخاني مغير دخاني في جزء ثاني يا أخوتي مين دي أبو محمد في غيره محمد حريشو هذا شعراته طوال هذا من له هاي مش ما تركها تقول هاي ما سمعت شو قال بالمقدمه تبع الشعر الغنائيه قال خلي اصحابك كلهم هاي وانا ضاي خليك بحالك يا اخي خليك طيب حالك خليك بحالك غيرت المعنى كله ما تغير المعنى ما بتغير معنى وحياه عيوني مو بكره جد لي ميسم وما ميسم وقال لي لا ميسم والله يرضى عليا يا رب يا الله شو بحب هالشوارع القديمة شوف شوف الأرض شلون عليها حجار مو زفت ايه بيبي الشام القديم كتير بتجنن لكي كيف الحديد مصدي ولكي كيف الشوارع خربانة ولكي كيف الكافيهات هون حاطين مراوح ما في لا مكيفات ولا اي سي عجبتك الشام القديمة ما هاي الشام القديمة ايه طبعا طبعا شوف الكاسات شكلهم شو حلو ايه هدول الكاسات بسمونا مخصورة عن جد؟ واو مخصورة؟ شو, ايه ايه شو يعني؟ يعني مثل الخصر هذا الاسمين هيك عرفتي كيف لما نروح على الجيم هاي هيك هاي شفتي يا فادية هاي ايه كيف خصرة لفادية اي نفسه طيب يلا امشي لوين نروح هلا؟ يلا ليكي في انه هون الكافيهات كتير معدة بس في كافيه جديد عاملينه هيك كتير كلاسي ومرتب نروح عليه فيه كرجال عتيق شوي هيك بيحكي حكاية وكذا قومي تعال نروح عليه شو ريمو؟ شو هو المكان؟ اللي اللي يلا بيبي تعي قومي أنا باخدك عليه يلا قومي عن جد يا الله خلينا نتفرج عليه بركي مناخد معه سيلفي وننزلها على الانستغرام والله الجيرلز بينهاروا من الشكر واو سيلفي وخلفي أبو عبدو يقب حمو يا ريتك يا بسام يا ريتك يا بسام طالب في ألف ورقة ميت أهلين وشهلين بعبي أم حمو نوّلت القهوة أهلي عمي أم حمو هات هات عندك هات لك الله يرضى عليك يا إيهاب الله يرضى عليك احمل احملك يا احمل شو وين كاين أبو محمد شو هالكتب لك والله كنت بالمكتبة يا بسام بالمكتبة الظاهرية جبت شوية كتب لازميني يعني شوية لك أهلين بالشباب الله وكيلكم اشتقت لكم والله العظيم مالكم وينك إيهابو هات لي كاسة يانسون الله يحن على اسمك ايه معيون معيون بسكر ولا بلا سكر لك هات سكرات نزل عندي جيبها حل حلوة شوي أمراك معين ليكي بيبي شو بتشربي في هون مينيو في فيه شغلاتك مودرن في امريكان كافي كافي لاتيم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام سلام رحمه الله يا الله رحمه خليني اتصور معه خليني اليوم يا ساده يا كرام راح احكي لكم عن ابن البلد وفنان الشعب الفنان احذروا مين مين يا احذروا مين يوي لك شو حمش أبو العبد بدنا تصور معك سيلفي إيه تصور مع الحكواتي أخي مو معي تتصور سيلفي أنا أبو العبد الحكواتي أبو محمد هداك بدك تصور معه مو معي إيه وينه أبو محمد أهلين 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 حبيبي أهليك هيو أبو محمد هيو إيه دعو شفتي دعو خلينا نعرف يا أرض احفظي ما عليك أهلين بالشباب تصوروا تصوروا يلا تصوروا ليش تكون تصوروا معي بدنا ننزل على الفيس مثل باب الحارة لك يعني شلون ليش بكون تصور صوروا مثل كل العالم تصوروا ننزلها على الفيسبوك ونكتب سيلفي أبو محمد خلفي دخلها شو هاي سيلفي 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 صورة وأبو محمد وراء قال سيلفي قال عمو الله يحن على اسمك هون في كبارية قاعدين تعمل لي هدول القصص تبعاتك واتساب وسيلفي وملفي وكونديشنر أبو محمد مرقة بيبي بدها تتصور معك سيلفي أبو يلا محمد يلا تصور وخلينا نحكي القصة خلينا نحكي القصة محمد كله وينك إيهاب روح جيب روح روح جيب لي روح جيب لي كاسة شاي بسرعة على راسي ايه هلا اللهم صل على سيدنا محمد وين كنا وين كنا يا رجال وين كنا وين كنا شو كنت عم اقول انا شو كنت عم تقول فنان الشعب ايه 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 فنان الشعب كنت عم اقول اليوم رح احكي لكم عن فنان الشعب فهد إكعيكاتي مين منكم ما بيعرف فهد إكعيكاتي تعرفيه بيبي لا مين؟ لك الله ينصر دينك ويحمي البطن اللي رباك هدول اللي بنعتمد عليهم اللي بذكرونا بالماضي محمد فهد إكعيكاتي أفهمي فنان وممثل سوري انولد بحي شعبي اسمه زقاق الأرماني
وهذا لزقاء بوحدة من حارات ساروجا بالشام القديمة وتوفى فيها. أبوه الله يرحمه كان يشتغل بمال أبان. دخل هو فهد يعني. أبو محمد شو يعني مال أبان؟ مال أبان هي منطقة أبي، مال أبان منطقة قديمة بيشتغلوا فيها. ها اللي بيقولوا عنهم بيشتغلوا بمال أبان هدول اللي بيقبلوا البضاعة اللي بيزينوها. أي يعني شو يعني بيقبنوا أبو محمد؟ بيقبنوا يعني بيزينوا، يعني بيزينوا بيوزنوا. أيوة بيوزنوا. المهم فهد فات على كتاب الخشب سنة 1930، وبعد منها فات على دار العلوم وأخذ فيها الشهادة السرتفيكا. بيبي سرتفيكا هاي البكالوريا يعني. لك لا لا لك أبي شو بكالوريا، سرتفيكا يعني سادس. شو سادس ابتدائي؟ ابتدائية. لكان بدك تشيل الشنجل من أنفك بصير تعرف على شو. لك بيعرف شهادة. بيعرف هو بيعرف أبو محمد. معلش يا عمو. طب إيهابو بدنا أمريكا، واحد أمريكان كافيه وكافيه لاتيه. أنا بدي كوكا كولا بليز. شو أمك حبيبي؟ يعني أخي الله يحن على اسمك. شو بتنايم؟ خليني رد. طيب ماشي. المهم إيه جايز، نحن بالشام القديمة. هذا يلا نطرينكم محمد فهد كايكاتي لما درس وأخذ السرتفيكا كان الناجح الوحيد من 3 طلاب تقدموا على الامتحان، وبعد منه كمل دراسته بالكلية العلمية الوطنية، بس للأسف ما كملت دراسة. ليش؟ أيوة قلتولي ليش. كانت بوقتها الحرب العالمية الثانية. يعني هذا الحكي إمتى؟ سنة 1939، وبهي الكلية بلشت تتفتح مواهبه وتبين. أيوة. يعني ما استفاد بالعلم، استفاد بشو؟ بالموسيقى. والفن، بين الفن بهي السنة. إيهاب يا معلم الله يحن على اسمك. ليك الزباين شلون عم تمشي؟ روح الحقهم. يلا يلا لك أخي. يلا الحقهم. ايه أبي أفؤاد، الله بالخير أفؤاد حبيبي. أهلين محمد. أهلين بالحمد. سعنا لك والله. الله يسعدك يا رب. ايه سيدي، وترك الكلية وراحت عليه، وبعد منه راح اشتغل بمعهد فني وتعين بشركة الجر والتنوير بوظيفة طور نجي. يعني شو كان بيجره؟ شو طور نجي؟ ايوة اول شي نعم شو كان بيجره وبعدين عرف. لك اخي اسم الشركة شركة التنوير والكهرباء. خلونا نسمع. اشتغل طور نجي. الطور نجي يعني بالمخرطة، فهمت شلون؟ هي فهمها اكيد عليك. فهم مخرطة ما فهمها. لك اخي هدول اللي بيشتغلوا بالبسطونات والبراغي والطور نجي هي بتلاقيها بالمنطقة الصناعية حوش بلاس يعني. محل السيارات وما سيارات، في واحد اسمه طور نجي البرغي اللي بينطق بيصلحوه بيساووا بداله. لما ناخد البي ام ومصلحها هنيك. ايوة اتحولت الشركة ليصير اسمها بعدين مؤسسة الكهرباء. هلأ هو اشتغل بالعمل الفني مع الكهرباء بجنب، وبوقتها حطوه رئيس لرح بيت المخاريط. ايوة يعني رئيس الطور نجية. نعم. هذا الحكي امتى؟ بال1960. ابو محمد يعني مخارط وطور نجي وكهرباء كيف صار فنان؟ هاي ها يقبرني ربك، هاي بداياته لهذا الزلمه. معتر والله. ايوه يعني اشتغل جنب بجنب، كان يشتغل بالمهنه ويطلع مصاري وهو فنان، عم يشتغل عم يمشيهم مع بعض المهنه مع الشغل والهوايه تبعه. شايفي بيبي؟ المهم عمو لك كان ايام زمان كان الزلمه يشتغل 100,000 شغله. اخي مالكم بالطويل يوم شغلتين ما بيعرف يشتغل. مالكم بالطويل القصه وما فيها انه انطلاقته الفنيه بلشت بسنه 1948. بوقتها تاسس نادي الفرقه الموسيقيه للتمثيل والموسيقى، وكان من بين الاعضاء والمؤسسين كان معه يعني بوقتها حكمه محسن، تيسير السعدي، انور البابا. بتعرفوا انور البابا شو كان يمثل؟ ام كامل. ايه يا مو ام كامل. لك ابو محمد انور البابا ابوه لحكم البابا. لك حبيبي انور البابا مو ابوه، هو من العيلة بس كان يلعب دور ام كامل. كمان كان معه نجاة قصاب حسن وممتاز ركابي، وهي الفرقة كانت تقدم تمثيليات توجيهية بالاذاعة السورية. اول ما كان في تمثيل. لكان هلا انتو مالكم متذكرين مين هو فهد كايكاتي؟
اعذروا شو كان اسمه؟ ايه كان اسمه ابو فهمي، قلت لنا قبل شوي. ايه بابا عرفتوا؟ ايه مركز؟ مفوكسين معك مفوكسين. شو يعني مفوكسين؟ يعني مركزين يعني. مركزين ايه فوكس. فوكس ولا مقسم غير هيك. ايه بيبي يا دوب مع السرتفيكا. المهم ابو فهمي يعني فهدك عيكاتي، الناس نسيت اسمه وصار ينادوا له بس ايه والله اب فهمي. مظبوط ايش اب فهمي، وراح اب فهمي. اب فهمي قدم للاذاعه كثير من المنولوجات، منولوجات اللي حفظوها العالم والشعب كلياتها على الغيب. منولوج شو ايه؟ منولوج هو نفسه هاد تبعنا نحن من قبل كنا نقول منولوجات، هنن بيقولوا مونولوج. شو بتقولوا؟ مونولوج او بالعربي مناجات النفس. ايه ايش كان بدكم؟ ايش كان بدكم؟ هلا بخلي ايهاب. ايه معلم الشريط الاسود اللي مكتوب عليه افهمي شو بو؟ حطه على الوش. ايه حاضر يا معلم. حاضر يا اساتذه ويا ضيوف ويا ناس ويا كباريه ويا كل العالم، بدي سمعكم شغله هلا اسمعوا لي اياها. ليك بيبي شايف الشريط اللي عم بياخده هذا تبع الجراند ماما. هلا تذكر فيه؟ هلا بدي سمعكم شغلي على كيف محل الانتيك. تتذكري هاي الاشرطه كانت استخدمت؟ اهلين بالشباب ورجال. اهلين ابو محمد. لك شو صار معك؟ لك ايهاب ما بدك تسمعنا شيء؟ يلا معلم يلا بس معي الكبشه. يلا حبيبي يلا اسمعوا لكم. بتذكرها؟ الله ابو فهمي غنينا غني ابو الفول عليك فطور ابو الفول عليك فطور ابو الفول عليك. كان يغنوا ابو الفول. لكان 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 لك عمي اهلين وسهلين فيكي. اهلين وسهلين. باحدى التمثيليات كان في حوار عم بيدور بين ابو فهمي وام كامل، يعني بين فهدك عيكاتي وانور البابا. تمع النجوم. لكان هاي بزمان أول، وكان كل الحوار حوالين الكوليرا بهداك الوقت لما كانت جاية على سوريا. يا حرام. لكان لكان كانت كانت كلها مونولوجات وتمثيليات، كلها كانت موجهة لك أخي. كان في ثقافة، كان في علم، كان في تنوير للجيل اللي جاي. لكان هذا كله دي. لكان كان كله كله بمعنى، كله بمعنى شخصيته. بلا معنى. شخصيته شخصيته لفهمي كان يلبس دائما امباز وطربوش، حتى في غنية ابو فهمي لابس امبازو قمبازو. انسان حبيبي لابس قمبازو قمبازو بيكون حبيبي لابس قمبازو قمبازو وان كان حبيبي لابس يعني امبازو. الامباز هذا مثل الشروال لك ابي، لابس الامباز ما بيقولوا لابس امبازو او تنورته او خراطته او شرواله، هذا الامباز بيكون طقم كامل. اولد فاشن يعني. شو ايه فاشن. هلا هلا في يعني ازياء قديمه قديم تراث يعني تراث ازياء قديمه كالتشر يعني مو كالتشر كالتشر شو كالتشر ايوه. هلا هي قهوتنا اللي قاعدين فيها انتو هي كالتشر.
يعني بتلم الثقافات والتراث القديم. عم تدرس يا ابو محمد. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. صارت لم اشكال الوان والله يا ابو محمد، شيء حلو والله. لك اخي هاي المجتمع هيك لازم ينخلط ببعضه مشان يتعلم، ياخذ من الاقدام ويعطي للكبار. لكن هيك يعني الواحد. طيب اعطينا لله مين بدكم. اذا بتسالوني مين كان معلمه وعرابه لهي الشخصيه تبقى فهمي، جاوبكم احذروني. مين؟ سألوني مين كان فريد الأطرش؟ عبد الحليم حافظ؟ لا 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 لا، حكمة محسن هو اللي طور هاي الشخصية وكتب لها بالإذاعة. أبو محمد مين حكمة محسن؟ لك قلنا لك هذا اللي معهم كان بالتأسيس تبع الفرقة الموسيقية للنادي السوري للتمثيل والموسيقى. ايه ما كنت مركز معك، كنت عم ببعت للكايز. قال لك أفواد، قال لك فوكس، قلت له فوكست. مالكم بالطويل كعيكاتي يعني أفهمي اشتغل بالمسرح السوري وكان أحد رواده لما بهداك الوقت كان اسمه مسرح الشوك. بوقتها كان معه عبد اللطيف فتحي، عمر حجو. أشهر المونولوجات الغنائية اللي قدمها تعيش تعيش لك، أشهر المونولوجات اللي سمعتكم إياها قبل شوي. حذروا مين اللي حلوا إياها. مين؟ عدنان قريش. على فكرة يا رجال كعيكاتي يعني أفهمي أدواره السينمائية كانت قليلة، بس شارك بالتلفزيون، وأفضل الأدوار اللي قدمها كانت بين الستينات وبأول السبعينات، يعني بين الستين والسبعين. كان يشتغل شيء له علاقة بالضحك، كوميديا خفيفة. على أي قناة أبو محمد؟ لك ما كان في غير قناة واحدة. لك لا تجنني، عم نحكي نحن 1940، شبك لك عمي؟ كان في تلفزيون أبو محمد؟ لك لكن أبيض وأسود، هذا اللي بتحضرون أنت بتقعد تفرج عليه، وإنك شبك أنت؟ والله بده يرفع لي الضغط. أبو محمد كفي هدول طبعا. ما بيعرف هدول. هذا بجيب لهم كتير قنوات، هذا الجديد اللي هن بحطوه هذا الصحن الكبير. نحن عنا تلفزيون كان محطة واحدة، بتفتح الصباح وبتسكر آخر الليل. ساعة 12 بتكون سكرت. ما هيك لك أبي؟ ما بتذكروها هاي، ما بتذكروها. أنا هلأ إذا بخلي إيهاب يقلب لك الشريط على الوش الثاني بسمعك أحلى منالوج بين أفهمي وأبو عنتر، مزبوطة؟ هلأ بس هلأ بدي خلي لكم، أنا بدي خلي لكم إيهاب يسمعوا. حط إيهاب على الوش الثاني على بي، حطه يا اسمعوا. معلم يلا اسمعوا المونولوجات شلون كانت تنشغل. أنا بزماني شكيت غواصي، شو شكيت غواصي وسط البحر، وإيدي بكتفي من ورا، وبإيدي اليمين معي إبرة، وبإيدي اليسار معي خيط. عظيم. وبعدين إيه مالك علي يمين؟ ما طلعت من وسط البحر لفوق إلا مفوت الإبرة جوات يا سيدي هاي شغلة بسيطة كتير كتير اللي تفضل فيها قدام الشغلة اللي صارت مع محسوبك أو فهمي. تفضل سمعنا. الله يزيد فضلك يا أبو عنتر. أنا بزماني قصيت مقص في نص البحر وكان بإيدي 25 ليرة بفتشفي. ايه من غير يمين يا أبو عنتر، من غير يمين ما طلعت بلك من نص المي إلا كنت صارفها في راسها صافر طيارة. هذا اللي سمعتوه هو الحوار الكوميدي بين أب فهمي وأبو عنتر. كتير كول. لكان والله ما خلالي خواصي الله وكيلك. لك بسمعه كأني إذا بسمعه 20 مرة كأني عم بسمعه أول مرة. إيه والله يا محمد. إيه سيدي كعيكاتي انصاب بأول أزمة قلبية بسنة 1977 لما توفى ابنه فريد وكان بعز شبابه، عمره كان شي 25 سنة. يا حرام. لكان الأزمة القلبية اللي صارت معه توفى هي قبل ما يشتغل. ايه بتذكر قبل ما يشتغل المسلسل التلفزيوني الوحش في المصباح. شبك لك ابي التوابت نعسك؟ والله لا يا ابو محمد سيك سهران مبارح. هذا المسلسل اخراج علاء الدين كوكاش وتأليف خيري الذهبي. طبعا طبعا افهمي حاول انه يطلع من شخصية افهمي ويجدد فيها وقت اللي اشتغل مع سانيا الجزائري شخصية مين يا حزبكم؟ أب جندار. لك الله يسعد البطن اللي حملك. انت بركز معي فوكس. ايه يا محمد بلومي. ايه افتياك رزاق أب جندار. لكن طبعا عرفت ذاك اليوم بعتوا لي اياها واتساب. لو بتتذكر بس تمروا لعندي على المحل أب جندار وأم جندار فاتورة تبع الشهر الماضي. أب جندار بتتذكر متل وأم جندار كان معروف عن أب جندار انه هو ضعيفة شخصيته لما لأنه الرجال معروف أنه شخصيته ما أنا ضعيفة، بس هون أبجندل كانت شخصيته ضعيفة
وكان هو أخذ الشخصية بعد عبد الهادي الدركزلي بتمثيلية اسمها إصابة مشتبهة. تذكرتوها؟ يمكن تذكرها هي. لك ايه تقدمت بالفرقة السورية للتمثيل سنة 1948. تذكرتوها؟ لك بدك يعني تذكرها محمد. لك تذكر تذكر لك أخي مثل الشخصية. أيوة الله يحيي أصلك هي هي. ما شاء الله. اعتذر بعد منا لأنه فهد كعيكاتي إجا محله ويا مستعجل وقف لقلك سوى مسرحية. المسرحية شو كان اسمها؟ يا مستعجل وقف لقلك. برافو عليك. تأليف مين؟ كعيكاتي. لك لا تمثيل كعيكاتي حكمة محسن وتأليف حكمة محسن وأخرجها رفيقنا الله يرحمه ويطول بعمركم. المهم المهم استمر عبد فهمي لسنوات طويلة وتألق وأبدع بتجسيد الشخصيات تبعه. كان بالكوميديا عم بيشتغل بعدين صار عم يشتغل بشو كوميديان كان يعني بالشخصية الضعيفة تبع أبو جندال. صارت العالم تعرفه وصاروا يضربوا الناس فيه المثل وكمان صاروا يتبادلوا التحية. هو شو كان يقول؟ مرحبا سيدو كيفك بابا؟ مظبوطة والله كده نلبق لهم لك لك لك. فلما حدا يقول له هيك يقول لك ليش هيك عم تساوي مثل أبو فهمي؟ يعني كان معروف كيفك بابا؟ شلونك بابا؟ يعني هاي معروفة كيفك بابا؟ لكان بابا لكان هاي هي. أيوة هاي صبت معك لك همي صبت معك أبقله هرامي كثير حلو بيبي تسلميلي بيبي. كانوا حتى بسهرات النسوان يغنوا أهلي وسهلي فضل فضل أهلي وسهلي أهلي لأبسهم لك وين كنت وين أخي وينك لهلا؟ والله ما بتتواخذ ما في مشكلة عندك أشغال ما سأ وينك؟ هو الباب وراك رد الباب رد الباب شغلين مروحة رد الباب. يعني هو فهد كعيكاتي أب فهمي كان يقدم الشخصية على أنها تقيلة الدم بس بظل خفيف يعني يحاول يخفف من دمها بس هي تقيلة. هذا كله شو بدل؟ هو موهوب ومبدع بفن التمثيل. جيب لي شاي تقيلة تكون من وين كان يجيب مخزونه؟ من الروح الجماعية للبيئة اللي كان عايش فيها للي حواليه. كان هو ينتقي وينقي من رفقاته الموجودين بالحارة من الناس اللي عايشة حواليه. كان يدور على الشخصيات من الواقع ويزكتها بالتمثيل مشان يظهر للمجتمع هاي البيئة اللي هو عايش منها. لما كان يشتغل شخصية أبو جندل كان لأم جندل يجلي له ويطبخ له ويكوي له ويغسل له وحتى المريول تبع الطبخ كان يلبسه. ايه شو فيها؟ لك ايه ما فيها شيء ما فيها شيء بس منقود بهداك الوقت بهداك الوقت كان منقود. لك بلا منقودية يعني عيب الرجال يفوت على المطبخ يغسل ويجلي ويطبخ ايه عادل محمد عم بيدلع المدام. ايه هذا هلا ابي على جيلكم على جيلنا نحن كان ما حلوة فكانت هاي الشخصية الناس تقول مثل أبو جندل وقت يلاقوا واحد عم بيساعد مرته أو عم بيشتغل بغراض البيت يقولوا مثل أبو جندل. عرفتوا شلون؟ هيك كان لك أبي كانت هيك بالأول. الله يحن على اسمك مو كل كلمة توافي لي عليها والله طيرتي لي عقلي. طورنا سيدي طورنا طورت قوي. المهم يا رجال فهد لعب أدوار متنوعة وعمل كتير أعمال بعروض الفرقة السورية من مسرحية بيت للإيجار نوادر جحا كانوا بسنة 1961 كمان من تأليف حكمة محسن وإخراج تيسير السعدي. الله يطول بعمركم ويرحم طرابه. كمان بالسينما اشتغل بفيلم شيطان الجزيرة كان هو وناجي جبر. إذا بتكون تسألوني مين ناجي جبر بدي إزعل. لا لا أبو عنتر بعرفه. يعني هو فهد كعيكاتي أب فهمي. هو كمان اشتغل بالتلفزيون واشترك بعدة تمثيليات مثل شخصية بدري أبو كلبشة بالحلقة الأولى تبع صح النوم. ميت مساء أهلا وسهلا فيك. هلا هلا أهلا وسهلا أهلين برجال. والله جيت طلع على الأولاد هوني بال أهلا وسهلا بالجامعة. أهلا وسهلا محمد كيفك؟ أهلا وسهلا أبو حسن. أهلين وسهلين أهلين أهلين والله يومين صليت شق على الولاد. أهلين وسهلين. هات له إيهاب يا إيهاب هات له فنجان قهوة لعمك أبو حسن. الله يسلمك. هلا حي الله. هذا
أبو فهمي يعني فهدك عيكاتي أول حلقة بصح النوم اشتغلها بدري أبو كلبشة بالحلقة الأولى من صح النوم، وبعد منا اشتغل عبد اللطيف فتحي واستمر فيها واستمروا مع بعضهم بهالفرقة وراحوا اشتغلوا أبو محمد ما ايه ايه أهلين وسهلين أهلين عم نحكي أخي عن فهدك عيكاتي أبو فهمي أبو فهمي ايه طبعا أبيض أسود أيوه هذا هو أهلين أبو حسن الله يبارك فيك يا رب بعد منا الشخصية نفسها قدمها عبد اللطيف فتحي بدري أبو كلبشة وضلوا عم بيشتغلوا مع بعضهم بهالمسرح وصارت الصالة تتعبى والناس يشتغلوا مع بعضهم وصاروا يتفاجئوا الناس والجمهور بالنجاح للعروض بس هني هو كان كتير مهتم كان حتى اكسسوارات يعني اغراضه الشخصية اللي بيطلع فيها على المسرح هو يتفقدها يعني هو كان متقن ومبدع يعني هو كان يحب شغله هيك كان يجي هيك شلون بدي أقول متألق يا أخي متألق كان بهذاك الوقت كان متألق لكان يعني ستار أيوة يعني هيك نجمة نجمة صاير في شباب صغار يجوا على أخي لأنه إيه أهلين أبو حسن أبو حسن أنا رامي وبيبي أهلا وسهلا أهلين سهلين أهلين سهلين كيفك عمو أهلين سهلين يلا هلا أنا هلا مشان ريحكم شوي بدي حط لكم وينك يا إيهاب في شريط شفاف شفاف هلأ رح سمعكم حوار بين أب فهمي وسامية الجزائري يعني بين أبو جندال وأم جندال هلأ اسمع معلوم ملك الجمل والله ملك لو كنت الجمل ما بشي فيك هيك عمي بدك تكشر تعمل عين حمراء تفوت مبوزي بتطلع مبوزي بتاخد روزي بتسلك روزي أم جندال أم جندال ما بتستلجي تتحلفص الداني وحياة عيونك شو هالحكي جندال رد ولا ما رد؟ لا معلش يرد خير ام جندال ملاحظة انه صحتي شوي زايدة عن الحد وهالشي كتير كتير مضايقني ايه 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 لازم هالشي يضايقك والله يلحق معي انا ما اكون محلك كنت بتضايق كتير كتير من شوي ايه مو كتير كتير يعني بدك تقول نص على نص ايوه ايوه نص على نص انا هذا اللي كنت بقوله عمرك اطول من عمري نص على نص ابو جندال رد ولا ما رد؟ لا معلش يرد خير ام جندال بدي اسألك سؤال ابو جندال اساليني لازم تساليني اساليني اساليني بابا اساليني ليش حتى ما تساليني اساليني رح اسألك أسأليني. انت رجال ولا بهبهان؟ عم تساليني اياها شو بعرفني؟ شو بعرفني؟ انا بقول لك انت ما بتعرف انا بقول لك قولي انت بهبهان بهبهان قلتيلي بهبهان ايه بهبهان سمعتوا؟ هذا هو من أشهر الحوارات على فكرة أشهر مسلسلاته مقالب غوار وحمام الهنا وأفلامه اللي شارك فيها في عنا خياط السيدات وكمان قدم على مسرح الليلك عدة مسرحيات منا البخيل لمولير أب فهمي مولير لك لكان لك أبي هاي الثقافة موجودة من زمان بيعرفوا مولير يعني لكان عمي لكان مثقفين هدول ومن أعماله التلفزيونية والإذاعية فرنساوي هذا مشيك إيه لكان صندوق العجائب بستان المنيع السندباد جولات الميكروفون سلامات سيد البيت مسحر رمضان ومنزل الأحباب بيت للأجار وحكاية الليل نبيه ونبهان والله حمام الهنا لك والله إذا بدي أعدلكم بدي وقت هلا لسه يعني في حجر الطاحون ومغامرات جحا الأيام بتدور أبزيد السروجي الوحش والمصباح بريمو صابر أفندي من أيام الثورة السورية عبد الفتاح لك هذا كله كان بالأبيض والأسود برج الحوت طبخة بحر سر الخاتم فلاش رحلة سعيدة الجاج والأرامل نهوان شو بيبي متذكر رمضان كريم سفينة نوح تحت الشباك الله يرحمه ويطول بعمار اللي بتحبوه احذروا هيك توفى يا أخي بأي سنة توفى على ما أذكر بنهاية الثمانينات يمكن الله يبارك فيكم والله ينصركم ويرحم أمواتكم توفى بدبي سنة 1982 كل هالناس مغتربي يا حرام ايه والله واندفن بالشام بمقبرة الدحداح الله يرحمه خلصنا هلأ بيبي هلأ اليوم قصتنا كانت عن فهد كعيكاتي
ابو فهمي الله يرحمه ويحسن اليه. ان شاء الله يا بابا. كيفكن انتو اليوم بابا؟ ان شاء الله نكون هيك اخفاف دم عليكم. الله عليك يا ابو محمد. الله عليك يا ابو محمد. انت ابو محمد بيبي بدها تتصور معك سيلفي. شو سيلفي ما سيلفي؟ ابو محمد بدنا ننزلها على الفيس. يلا 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 تعالوا تعالوا اهلا وسهلا فيكم تعالوا ننزلها على الفيس. وهي رح نتصور. قبل ما نتصور رح نقول لكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبنشوفكم بكره بقصه جديده. تعالوا تصوروا. هاي سيلفي وابو محمد سيلفي. في أيام في ناس كرتاوية إلى وقتها. يا أخي شي حلو شي حلو. خلينا نسمع خلينا نسمع نسمع. خليك بحالك يا شباب آخر إصدار بيرهم آخر إصدار هو ديوب يعني قدام الفار. الله يرحم أيام الزلم. الله يرحم. بس شنو شنو مبيني لا أنا مو تقسم ولا حشي معك. يا عمي نحن فندية على الله على الله بالحارة نحن سكرتية. ربي الشنب اوعى تكون حلق شعراتك. ربي الشنب بركي على الله على الله. يا عمي بتكون إلنا السند. صوت غير دخاني غير دخاني. في جزء ثاني يا أخوة مين دي أبو محمد في غيره. أبو محمد حريشو هذا شعرات طوال هذا من له. هاي مش ما ترك تقول هاي. ما سمعت شو قال بالمقدمة تبعت الشعر الغنائية. قال خلي اصحابك كلهم هاي والأبضاي. خليك بحالك يا أخي خليك. هاي قالوا خليك بحالك. غيرت المعنى كله. ما تغير المعنى ما بتغير المعنى وحياة عيونها. مو بكرة جد اللي ميسا وما ميسا مقالت لا ميسا والله يرضى عليها بأخي منها.